السلام عليكم. اهتزت ليلة الاثنين ولاية باتنا على وقع حادثة أخرى راح ضحيتها الشاب وهو نجل محامي شهير بولاية باتنا وكامل الشرق الجزائري. وكانت الحادثة وقعت ليلة المولد النبوي الشريف بمحطة وقود قرب سريان، والواقع على مسافة 30 كيلومتر شمال عاصمة الولاية. إذ أشارت معلومات إلى أن الضحية الناشط في مجال تجارة العطور والمستحضرات التجميلية والمدعو عبدو والمعروف لدى أصدقائه بطيبته وحسن أخلاقه تلقى عدة ضربات من طرف غريمه قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار إلى وجهة مجهولة، فيما نقل الضحية والبالغ من العمر 31 سنة على عجل إلى المستشفى غير أنه فارق الحياة هناك. وفيما تداولت مصادر خبر توقيف الفاعل لاحقا من طرف عناصر الدرك الوطني احتملت معلومات أن يكون الدافع للحادثة والتي نفذها شاب مقيم بإحدى البلديات المجاورة خلاف مالي بين الطرفين في أمور تجارية لم تتضح تفاصيلها بعد، في انتظار تحريات مصالح الأمن والتي شرعت في تحقيق جنائي للكشف عن الأسباب والظروف والملابسات قصد رفعها للنيابة المحلية المختصة إقليميا. وقد شيعت جنازة الضحية في جو جنائزي مهيب.